قناه صوت العداله صوت تي في كنتواجدوا مستشفى سيدي عثمان. كاين واحد الجمعيه اللي هي جمعيه النصر، هاد العمليه ديال التضامن وكياخذوا الدم من عند الناس. معنا واحد السائق اللي هو ديال سياره الاجره رقم من صنف رقم 2 ولا رقم 1 الرقم الثاني صنف رقم 2 اللي لقيناه هنا وكيتبرع بالدم، غادي يقدم لنا كيفاش كيشوف هذه العمليه اللي قامت بها هذه الجمعيه ديالهم. اهلا ومرحبا بك. نعم سيدي، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اسمك العطاوي الحسن، سائق سياره اجره الرقم 930. المهم حنا راه كل سنه كل فما كتكون شي حمله كنجيو كنتبرعوا الحمد لله بالدم وكل شيء بخير. وهذا التبرع بالدم هي مساله اصلا صحيه؟ نعم صحيه صحيه صحيه، باش تعتق بها الاخوان المصابين واللي محتاجين للدم الحمد لله. الحمد لله كان مره كنحيدوا شويه الدم، قضيه مزيانه، مساعده للانسان واستفاده للذات. هذاك الشيء اللي بغيت نسول فيه، لان الاغلب ما كيعرفش بان راه الحمد لله بان راه هي تصفيه هي اصلا مزيان بنادم يبدل الدم ديالو. الحمد لله، وكنترجاو من الله عز وجل اللي يتقبل العمل ونصحوا الناس باش يبادروا يعتقوا خوتهم المسلمين. معنا مسؤول التواصل حسن دقيقه اللي هو عنصر نشيط في هذه الجمعيه هذه. حسن، كيفاش كتبان لك الاوضاع؟ واخويا الحمد لله والشكر لله، حنا مغربنا زين الحمد لله، وربي من علينا بهاد امطار الخير، وكنتمناو تزول علينا هاد الغمه ديال هاد الغلاء وهاد الشيء اللي هي مساله دوليه. الله يدير لي شي تاويل ديال الخير والله يشافي مالكنا. المهم نحاولوا نرجعوا لهذا الموضوع ديال الحمله ديالنا اللي كنديروا ديال التبرع بالدم. المركز الجهوي لتحقن الدم والمركز الوطني عموما ديال تحقن الدم كيدق ناقوس الخطر، لانه كاين واحد خصاص مهول في الاحتياطي ديال الدم. الناس راه عندها واحد الاحتياج كبير للدم اللي كتمشي ما كتلقاش. يعني حنا بدورنا كتاخذنا هذه الغيره باعتبارنا اقرب للمواطنين، لان كيطلع معك مواطن مريض مسكين طالع عليه الدم كتقول ليه مالك، يقول لك اودي راه ما لقيتش الدم، كون لقيت ما عرفت شنو باش نخلصو، هو هاد الماده راه ما كتباع ما كتشرى. اللي عطى شي كيس ديال الدم راه كيقدر ينقذ واحد النفس بشريه. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الحق مؤمن، رئيس جمعيه النصر للتضامن الملكي مكتري وسائقي سياره الاجره. وكما شفتوا الان حنا كنتواجدوا بالضبط في الوحده التحقن الدم سيدي عثمان تراب عماله مقاطعه مولاي رشيد، المتواجده بالمركز الاستشفائي سابقا سيدي عثمان عماله مقاطعه مولاي رشيد شارع جولان. الحمله اللي هي هذه الحمله التبرع بالدم اللي غتجري ان شاء الله من اليوم اللي بدا تم اليوم انطلاقه ديال الحمله اللي هو 13 غيكون انتهاء النهايه ديالها هي 17 يوم الجمعه لابتداء ديال من يوم الاثنين تحت شعار بقطره دمنا نزرع الامال. وهذه الحمله كانت مبرمجه كما العاده كيكون عندنا كما شار الاخ مشكور الصحفي ديالنا صوت العداله، كيكونوا ثلاث حملات حتى الربعه للضروره ملي كيكون نقص في مخزن الدم ناقص المركز الجوي كيكون يضرب واحد ناقص خطر، كنكونوا حنا مجبرين كدار واحد اللقاء طارئ بالاخوان ديال الاعضاء ديال الجمعيه المنضوي تحت اللواء ديالنا وكنخرجوا للوجود. وحنا ديما كالعاده بالمناسبه ديال شهر رمضان المبارك المبارك اللي غيدخل على جميع المسلمين على المواطنين والمسلمين بصفه عامه، الشهر المبارك بالمغفره وطول العمر والصحه ان شاء الله. كنكونوا ديما مجبرين، وحنا هاد الحمله اللي غتكون حتى اليوم جمعه ولا بقى المواطنين المتبرعين غنقدروا تكون تتم مكمله يوم الاثنين ولا الثلاثاء ان شاء الله. وحنا بدورنا كقناه صوت العداله كنتمنى لكم كل خير، لانكم فوالا جمعيه كتقوم بالاعمال الاجتماعيه. بسم الله الرحمن الرحيم. كما شفنا احنا الان اليوم اللي هو النهار الاول في الحمله لتبرع الدم، هذه الفتره الصباحيه اللي كان الحصول ديالنا على هذه الكميه. ومن هذا المنبر كنشكروا الناس المتبرعين اللي هما توجهوا عندنا الوحده، لا على اثر سائقي سياره الاجره بصنفها ولا النقل السياحي اللي جاوا من مطار محمد الخامس وبعض المناطق خارج مدينه الدار البيضاء حال على سبيل المثال الدار وبن سليمان. هذه عير صباحا اليوم في هذه الفتره هذه. والان عندنا الحمله اللي غتجري
مدة ديال 5 أيام طيلة النهار، وغيكون إن شاء الله واحد التهبئة إن شاء الله شاملة. وكلمة خونا حسن. والحمد لله كما كتلاحظوا كمية وفيرة، هذه واحد تقريبا واحد 3 السوايع. الحمد لله هادشي كيبشر بالخير، والمغاربة راه معروف عليهم التضامن والكرم والجود. ما كتصوروش الإخوان هاد الكيس ديال الدم، راه كاين واحد السيد ولا السيدة ولا طفل صغير اللي مسكين روحه واحلة، كيقدر هاد الكيس كينقذ الحياة ديالو.